الحقيقة أن الدور العماني متواجد منذ بداية الأزمة اليمنية وما قبل ذلك، يعني مع الأشقاء. هذا الدور يعني تمثل في أن يوجد حالة من التوازن بين الفرقاء في اليمن من خلال التواصل مع كل الفرقاء بهدف التقريب فيما بينهم، وأيضا يعني وضع العديد من النقاط كمصلحة مشتركة. وهو الدور الذي أيضا كان فاعلا في مجلس التعاون الخليجي، وكان لعمان أيضا بعض يعني بعض الاهتمامات حول تقريب اليمن إلى مجلس التعاون، إلى منظومة مجلس التعاون في السنوات التي يعني سبقت اندلاع الأزمة في اليمن. تمثل في أيضا أو نجحت الجهود المشتركة أيضا، سواء كانت من السلطنة أو من الدول الشقيقة الأخرى من دول مجلس التعاون، في تواجد اليمن في عدد من اللجان التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وحقيقة كانت بداية يعني سعيدة للمواطنين في دول المجلس بأن اليمن سيقترب من هذه المنظومة، وهناك هدف يعني بعيد ربما، أو أنه سيكون متوسط المدى في إمكانية أن يكون اليمن عضوا فاعلا في هذه المنظومة التي تشكلت في 1981 بإرادة ورغبة من أصحاب الجلالة والسمو في إيجاد هذا الكيان الذي يحمي مصالحهم الاقتصادية والعسكرية وأيضا الأمنية وكل ما يتعلق بحياة المواطن واستقراره في هذه البقعة. اليمن لم يكن بعيدا عن هذه الأماني، لكن كانت هناك يعني بعض المعايير التي كان يعني يفترض أن يعني يستوفيها اليمن للدخول بشكل كامل ونهائي، كان هذا هو الهدف. لكن الأحداث الأخيرة التي حصلت في اليمن ربما أوقفت هذا المشروع، ثم تدخل المجلس من أجل أن تكون هناك أيضا آلية للتصالح بين أبناء اليمن الشقيق، إلا أن ذلك بعد ذلك انفجر بشكل كما تعلمون مفاجئ وحصل الذي حصل. لكن الدور العماني بقى مستمرا وبقى التواصل سواء كان مع الحكومة الشرعية أو مع أنصار الله أو أي أطراف أخرى، بهدف أن تكون عمان هي المحطة الحاوية لكل هذه الأطياف من أجل أن يتباحثوا ويلتقوا والعودة الدفع بالعودة إلى الحوار بين بين الأشقاء. أستاذ سالم، لكن هناك من يرى موقف عمان خاصة في بداية الحرب أنه كان موقف يعني يميل لميليشيا الحوثي، وربما يعني يرى أيضا أنكم كنتم ممر للميليشيا وأن هناك تقارب، حدث تقارب معهم أكثر من الجانب الحكومي. يعني هذا الكلام مردود عليه. يعني عمان تعرف كيف توازن في موضوع العلاقات مع سواء الفرقاء في ليس في اليمن فقط، وانما لدينا ايضا القضيه ازمه سوريا، وكانت عمان يعني لها موقف معتدل وعلى مسافه واحده تقريبا من يعني من 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 الجميع، رغم ان هناك البعض اتخذ موقفا مضادا للنظام. هناك ايضا الموقف العماني في ليبيا، والموقف العماني أيضا في العراق، والموقف العماني من القضية الملف النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وأوروبا، كل هذه نماذج يعني. فاليمن ليس استثناء، هناك مصلحة عليا. عمان ترى أنه من الضرورة أن تكون هناك نقاط تواصل، وأنا عفوا هنا لا أتحدث باسم الحكومة العمانية، أنا أحلل الموقف السياسي والرأي الذي يعني نعتقد بأن الحكومة تقوم بدورها في هذا الجانب هو من أجل المصلحة، ليس من أجل أهداف أخرى. المصلحة هي أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار. ما حدث كما ذكرت بأن عمان كانت أقرب إلى 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 أنصار الله، هذا غير دقيق. يعني الحكومة العمانية معترفة بالشرعية اليمنية، هناك تواصل بين مسقط وبين العديد من قيادات هذه الحكومة، وبين أيضا القيادات أيضا في أنصار الله،
وبالتالي هذا كله في النهاية أدى إلى لقاءات مباشرة وغير مباشرة، وحصل حوار أيضا في هذا الجانب بين الأطراف. هذا ما تسعى إليه عمان، لكن عمان ليست لها أي أجندة في هذا الجانب سوى المساعدة، والدليل أن عمان استقبلت وساعدت في علاج العديد من الجرحى أشقائنا من الجانبين ومن أيضا أطراف أخرى في اليمن. يعني لا يوجد هناك تصنيف في موضوع الحالات الإنسانية ولا في المواقف السياسية، هذا معروف وهذا واضح، ويعني من يرى غير ذلك عليه مراجعة المواقف العمانية ليس في اليمن وإنما في الملفات الساخنة الموجودة في المنطقة. العلاقة بين عمان وإيران ليست وليدة يعني هذه اللحظة، هي علاقة ممتدة منذ يعني تولي السلطان قابوس مقاليد الأمور في عمان منذ 1970، هذا في العصر الحديث، لكن هناك علاقات تاريخية قديمة يعني حصل فيها. نعم، وهذا ما يقصده الأستاذ نبيل، يعني أن هناك علاقة استراتيجية حصل قديمة فيها. نعم. يعني بيننا وبين إيران حصل هناك العديد من التوترات على مدى التاريخ، وهناك كانت معارك وغزوات وكانت أيام سلم وكانت يعني متقلبة هذه العلاقة على ضوء يعني مصالح كل بلد، لكن ما أريد أن أقوله لا علاقة يعني بين علاقة عمان بأنصار الله وعلاقة عمان بإيران. يعني قد يفهم البعض يعني ربما، وهذا حق مشروع لأي إنسان أن يحلل في هذا الجانب، علاقة عمان مع أنصار الله هي علاقة تأتي في إطار الحرص على اليمن الواحد، وعلاقة عمان مع إيران هي علاقة دولة بدولة، وهذه العلاقة فيها مصالح متبادلة ومشتركة بين الجانبين. وفي نظري أنه لا توجد ربما في المنطقة دولة مؤثرة في علاقتها مع إيران مثل عمان، لأن الإيرانيون أيضا يدركون بأن عمان ليس لهم أجندة في هذا الجانب، وبالتالي تلاقت المصالح مثلا بين إيران وبين أنصار الله لا يعني أن هناك دور لعمان في هذا الجانب. العلاقة منفصلة والعلاقة مختلفة بين الجانبين، مع الإخوة أنصار الله مثلا في اليمن يأتي في إطار الحرص على وحدة اليمن والدفع نحو الحوار، وهذا ما تريده عمان ويريده أيضا العديد من قادة أيضا دول المنطقة. أما علاقتها بإيران هذه علاقة أخرى مختلفة، علاقة الجار بالجار، هناك علاقة عمان تعرف كيف توازن علاقتها مع إيران وتعرف أين هي حدود يعني الصواب وأين حدود الخطأ في تشخيص هذه العلاقة. وأنا أعتقد أنها علاقة ليست علاقة يعني منذ سنوات، وإنما هي علاقة ممتدة على مدى قرون بين البلدين. وكما ذكرت لك في التاريخ هناك تقلبات كثيرة في هذه العلاقة، مرت سنوات ذات سلم ومرت سنوات ذات أيضا تصادم عسكري، وهذا يعني 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 ما يحتويه التاريخ بشكل دائم بين الأمم وبين الدول وبين الشعوب. يعني لا يوجد صديق دائم ولا يوجد عدو دائم. إذا أستاذ سالم، ما هو أبرز دوافع السعودية والإمارات في التحركات الأخيرة والتوجه نحو مسقط؟ هذه التحركات ليست جديدة، يعني هي أولا ترتكز على موضوع القناعات بأن ما قالته مسقط منذ سنوات من اندلاع الأزمة بأن لا يمكن أن يكون هناك حسم عسكري في اليمن. هذا موضوع يعني عمان تحدثت فيه وتحدثت فيه في أكثر من مناسبة. عمان تؤمن بأن الحل في اليمن هو طاولة الحوار بين الفرقاء بمساعدة أشقائهم في دول مجلس التعاون. يبدو الآن من خلال هذه الدورة التي حصلت فيها على مدى مثلا الخمس سنوات الماضية حصل هناك شيء من النضوج في المواقف السياسية، والتي ترى بأن ما قالته مسقط هو الأقرب إلى الواقعية أكثر منه إلى الممارسة على أرض الواقع في اليمن. اليمن لا يمكن أن يكون هناك فيها حسم، وهذا يمكن استنتاجه من المعارك التي تعرضت لها والغزوات التي باتت تحت هجمات العديد من الجيوش التي جاءت إلى اليمن، وكلها في النهاية اندحرت وعادت وخسرت. وبالتالي حتى وإن كانت الكثير من الدول تملك
يعني هذه التقنية. اليمن ذو طبيعة والتضاريسية مختلفة وصعبة ولا يمكن فيها الحسم، وهذا أمر مفروغ منه، لكن كانت هناك رؤى ربما لدى البعض بأنه بالإمكان أن يكون هناك حسم. اليوم لم نصل إلى نتيجة بعد كل هذه السنوات، وبالتالي أصبحت القناعة تتصاعد لدى متخذي القرار في هذه الدول بأن الحوار هو الأفضل، وهناك الآن جهود تبذل من أجل يعني إقرار أو يعني وضع السلاح والعودة إلى طاولة الحوار والتحدث بصوت كل يقول موقفه، ولكن هناك من يمكن أن يقرب بين هذه المواقف ومن يستطيع أن يعني بضمانات وبجهود مخلصة أن يوحد، سواء كان الإخوة في الجزيرة العربية ومن ثم الإخوة في اليمن حتى بلوغ السلام والذي تنشده كل دولة. لا توجد دولة في دول مجلس التعاون يعني لا يوجد لديها مساحة من القلق حول أزمة اليمن والأطراف المشتركة فيها. الجميع حتى المشتركون في هذه المشتركون في هذا الصراع ليس لديهم القدرة على المواصلة في المرحلة الحالية، لأنه استنزاف عسكري واقتصادي واستنزاف أيضا بشري، وبالتالي هناك خسائر يومية. إذن الآن هناك تدرج مرحلي نحو تجميد العمليات العسكرية، ثم بلوغ هذه يعني بلوغ إلى نقطة التوقف، ومن ثم الحوار والعودة إلى المرجعيات والعودة أيضا إلى الحكمة وإلى العقل وإعادة اليمن ويعني الوصول به إلى غاية السلام.